السلام عليك، مساك الله بالخير. الان في مضيف الصنيدح، مساك الله بالخير يا ابو مهند. بندر الصنيدح ونعم. الله يجزاكم بالخير على المضيف الجميل في هالمكان وفي بين الجبال وبين. أتواجد الآن في مضيف الصنيدح على طريق المدينة في مدينة حائل. هذا المضيف المميز باستقبال الزوار والضيوف. مضيف الصنيدح موقعه في قرية الصيهد على طريق المدينة، يرحبون بالزوار والضيوف والعلم. هذا أبو مهند الله يجزاه بالخير، هو اللي يتكفل هو أبناء الصنيدح كلهم بهالمضيف باستقبال الضيوف.